بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى درس جديد من دروس شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. ضيفنا في هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ، حياكم الله وبارك فيك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في يوم الغيم والشق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء، يعني من الأحاديث في يوم الغيم. والغيم هو احتجاب الشمس بالسحاب أو بالقطر بحيث لا يرى الهلال، يحول دونه غيم أو قطر ولا يرى في هذه الليلة، ليلة 30 من شهر شعبان، فلا يدرى هل ظهر الهلال أو لم يظهر. لذلك يسمى يوم الشك، يوم 30 من شعبان، إذا لم يرى الهلال لغيم أو قطر فإنهم لهم حكم سيأتي. وأما إذا كان الجو صافيا ولم يكن فيه ما يحول دون الرؤية ليلة 30 من شعبان ولم يرى الهلال، فإنهم بلا شك يكملون الشهر، شهر شعبان 30 يوما، لعدم رؤية الهلال مع زوال ما يمنع من الرؤية. إنما الكلام إذا لم يرى لحائل في الأفق من غيم أو قطر لم يرى الهلال، هذا يسمى يوم الشك. هل شعبان 29 يوما ويكون قد دخل شهر رمضان، أو شعبان 30 يوما؟ يحتمل هذا وهذا، هذا موضع الخلاف بين العلماء. كثير من العلماء يقول يصومون في يوم الشك يصومون، والقلة من العلماء وهم المحققون يقولون لا يصومون، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، هذه مسألتنا، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فيجعل من شعبان ولا يصام فيه. قد جاء أن الذي يصوم يوم الشك قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي لفظ: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، رواه البخاري. وفي لفظ أنه ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30، رواه مسلم. نعم، الغالب أن الشهر 29 يوما، أنه لا يفي، هذا هو الغالب، أنه 29 يوما، وقد يكمل 30 يوما، فالأمر محتمل إذا لم يرى الهلال أن الشهر كمل 30 يوما، أو أنه لم يكمل فيكون الهلال قد ظهر لكنه لم يرى. ولذلك يسمى هذا اليوم يوم 30 مع وجود الحائل دون الرؤية يسمى يوم الشك. فيوم الشك هو محل الخلاف بين العلماء، هل يصام على أنه من رمضان لقول الشهر 29 حملا بهذا، أو لا يصام لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا صريح في بيان ما نفعل إذا لم نرى الهلال لغيم أو قطر، أننا نكمل شعبان 30 يوما، ويكون الشهر تاما على هذا. نعم. وفي رواية أنه قال:
إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. رواه مسلم وأحمد، وزاد قال نافع: وكان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، فإن رأى فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. نعم، هذا ما ذكرناه فيما سبق في الحلقة السابقة، أن الغالب أن الشهر 29 يوما إذا رؤي الهلال، فإذا لم يرى ليلة 30 من شعبان، فإن كان عدم رؤيته لحائل حال دون من غيم أو قطر، فهذا موضع الخلاف بين العلماء كما ذكرنا سابقا، يصام أو لا يصام. ولكن الحديث يقول: إذا غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذه عمدة من يرون الإفطار في يوم الشك، وأما من يرى أنه يصام يوم الشك، الاحتمال أنه من شهر رمضان، وأننا لم نرى الهلال لقولها الشهر 29 يوما. ولكن الراجح هو رأي من يرون الإفطار، وفي الحديث دليل على أنه إذا لم يرى ليلة 30 ولم يكن هناك مانع من الرؤية، فإنه لا شك أنه من شعبان، فلا يجوز صيامه عند الجميع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظه من غيره، يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. كان يتحفظ صلى الله عليه وسلم من هلال شعبان، يعني كان يحرص عليه الصلاة والسلام على رؤية الهلال، لأن الله أمرنا أن نصوم لرؤيته. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ومن مواقيته للناس أنه ميقات للصيام إذا رؤي. كان صلى الله عليه وسلم يحرص على رؤية الهلال في هذه الليلة، ليلة 30 من شعبان، فإن رآه صام، وإن لم يره أصبح مفطرا. هذا دليل الذين يقولون أنه لا يجوز صيام يوم الشك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم، بل يكمل شعبان 30 يوما. نعم. حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. هل يعني هو اجتهاد منه أم تفسير للنص؟ اقدروا له بينته الرواية الثانية: أكملوا شعبان 30 يوما، أن معنى اقدروا له أي أكملوا عدة شعبان 30 يوما، هذا هو النص. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا الدرس من دروس شرح كتاب الصيام للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله، وكان معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة، قيادة زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر.